زار ظفار أكثر من مرة، وأن بين ظفار وعدن في البر مسير شهر في الصحراء، وبينها وبين حضرموت 16 يوما. عند وصول مركب إلى ظفار يأمر سلطانها بكسوة لصاحب المركب وربانه وكاتبه، ويحملون على 3 خيول ترافقهم الطبول والأبواق حتى دار السلطان. يسلمون على الوزير وأمير الجند، وتبعث الضيافة لكل من بالمركب 3 أيام. بعدها يأكلون في دار السلطان، وقصره بداخل المدينة يسمى الحصن، عظيم فسيح، والجامع بجانبه، وسلطانها هو الملك المغيث ابن الملك الفائز. السوق في ظفار يقع خارج المدينة بربض يعرف بالحرجة، ويشير إلى كثرة ما يباع بها من الثمرات، وأن أكثر سمكها هو السردين. ويعجب ابن بطوطة أن السردين هو أيضاً علف للدواب والأغنام، كما يشير إلى زراعة الذرة التي تسقى بالآبار، وأن لأهل ظفار قمح يسمونه العلس، أما الأرز فيجلب من الهند، وأن لها عملة خاصة من النحاس والقصدير، وهم أهل تجارة ومنها رزقهم. يصف ابن بطوطة أهل ظفار بالتواضع وحسن الخلق والنظافة والترحيب بالضيف، وأن لباسهم القطن المكون من قطعتين، وصناعة الثياب من القطن والحرير والكتان، كما يشير إلى كثرة المساجد وإلى منازل عاد بالأحقاف وبعض القبور والأضرحة التي لا زالت قائمة إلى اليوم. وقد أضافه القاضي الصالح أبو هاشم عبد الملك الزبيدي، كما يشير إلى مرض انتفاخ القدمين الذي كان منتشرا آنذاك. يقول ابن بطوطة عن ظفار إنه لا يقصدها أحد بسوء إلا وعاد عليه مكروه وحيل بينه وبينها، مدللا ببعض الأحداث التي ذكرت له، ويرى تشابها في بعض أسماء الجواري بين ظفار والمغرب، وأن في بعض أوجه التشابه ما يشير إلى أن بعض قبائل المغرب من أصول حميرية. للمدينة بساتين فيها موز كثير وكبير، كما يزرعون التنبول والنارجيل اللذين أسهب في وصفهما وفي فوائد جوز الهند والماء الذي يشرب منها.
ثمرة النارجيل تشبه رأس ابن آدم بفم وعينين، هكذا يقول. بعد ظفار ركب ابن بطوطة البحر إلى حاسك، بها ناس من العرب صيادون للسمك وخاصة اللخم، من حاسك إلى جبل لمعان، وربما يعني أرخبيل الحلانيات. هناك التقى بشيخ عابد فطلب منه الدعاء، قدموا له الطعام فرده، وصلوا معه العصر ثم المغرب والعشاء. جزيرة الطير التي سميت فيما بعد حمر النفور، وربما حمر النفود، مليئة بالطيور يصطادون منها للأكل، ولكنه أنف أن يأكل منها لأنها بدون إذكاء، كما يصطادون سمكا يسمى شير ماهي، أي أسد السمك بالفارسية، ويأكلونه بالتمر. ظفار، سدح، ثم صور. صور، نعم. مرورا بمصيرة، مرورا بجزيرة مصيرة، ولكننا لم ننزل فيها. نزلت في صور وانتقلت إلى قلهات. أذكر بها جامع جميل بنته امرأة تدعى مريم. بيبي مريم. بيبي مريم. بيبي مريم. أحسن. نعم. بيبي مريم. نعم. جزيرة مصيرة لم ينزل فيها لبعد مرساها عن الساحل. من مصيرة يوم وليلة إلى صور التي رأى منها قلهات على سفح جبل. قلهات على الساحل، حسنة الأسواق، وسكانها أهل تجارة تأتيهم من الهند، يفرحون بوصول المراكب إليهم. لها مسجد من أحسن المساجد، مرتفع ينظر منه إلى البحر والمرسى، وهو من عمارة المرأة الصالحة بيبي مريم. أحب المشي إلى قلهات للمبيت بها. هل تتذكر الرجل الذي أوصلك من صور إلى قلهات؟ من صور إلى قلهات، الذي حمل ملابسك وعبر بك الماء؟ لقد توجست منه قليلا، ولكنه أوصلني. لكنه أوصلني. أخذ الدليل أثوابه ومشى أمامه. توجس ابن بطوطة منه وظن أنه سيسرقها،
وكان الوصول إليها صعبا عبر الماء والساحل الحجري. أقام عند أمير المدينة 6 أيام. أحب ابن بطوطة أسماك قلهات التي يقول إنه لم يأكل مثلها في إقليم من الأقاليم، وطيوي التي ذكرها باسم طيبي من أجمل القرى وأبدعها، ذات أنهار جارية وأشجار وبساتين تشتهر بموز يسمى المرواري أي الجوهر بالفارسية. بعد قلهات وطيوي يبدو أن ابن بطوطة ترك البحر ليسير عبر الجبال والصحراء، وتلك ميزة عرف بها لأنه لم يكتفي بالمرور على السواحل فقط. بعد 6 أيام بلغ قاعدة البلاد وهي مدينة نزوى على سفح جبل تحف به البساتين والأنهار. لهم نجدة وشجاعة والحرب قائمة بينهم، وهم إباضية المذهب. سلطانها عربي من قبيلة الأزد يعرف بأبي محمد بن نبهان، ويقول إن أبا محمد سمة لكل سلطان يلي عمان. يجلس خارج باب داره في مجلس هناك، ولا حاجب له ولا وزير، ولا يمنع أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره، ويكرم الضيف ويعطيه قدره. أشار ابن بطوطة إلى إزكي التي ذكرها باسم زكي كما هو دارج في النطق المحلي، إلا أنه لم يدخلها، وهي على ما ذكر له مدينة عظيمة. وماذا عن مسندم يا ابن بطوطة؟ مسندم؟ نعم، في الشمال.
أقصى الشمال. نعم أتذكرها جيدا، لقد كانت مسندمة ختام رحلتي إلى عمان. وأتذكر فيها البيوت الحجرية في الجبال. في الجبال. نعم. غادر ابن بطوطة عمان عبر هرمز، وربما أراد بها خصب اليوم، حيث تقابلها هرمز الجديدة كما ذكر، ومنها إلى البحرين وجدة فاللاذقية وآسيا الصغرى وبلاد الأوزبك وشرق أوروبا وآسيا الوسطى. عاد ابن بطوطة إلى بلاده بعد حوالي 3 عقود محملاً بخبرات وتجارب وذكريات استحقت اهتمام السلطان أبي عنان، الذي أمر له بالكاتب محمد بن جزي الكلبي ليوثق رحلته في كتاب لا زال مرجعاً للمختصين والمهتمين، أسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. يكفي أن تسأل أيا من المارة ليدلك على قبر ابن بطوطة. هذا هو قبر ومسجد ابن بطوطة في طنجة القديمة، وإن كان رأي آخر يقول إنه قد دفن في فاس، وهنا كان يتعبد ويعلم النشأ. هنا يتعبد ويقرب الأطفال، يعلم الأطفال، يعلم الأطفال القرآن. نعم. لقد ترك ابن بطوطة من خلال سجله الكبير إرثاً حضارياً غاية في الأهمية عن حياة وثقافات الشعوب وجغرافية العالم.